قيل لحكيم: إن فلانا قادر على الطيران. أجاب: هذا أمر غير مهم، فالذباب والبعوض يطيران. قالوا: وماذا عن فلان يسير فوق الماء؟ أجاب: وهذا أيضا غير مهم، فلوح الخشب يطفو فوق الماء. قالوا: فما هي المعجزة؟ قال: أن تمشي بين الناس وتصبر على أذاهم، ولا تفقد مبادئ الأخلاق، فلا تكذب ولا تسرق ولا تغش ولا تغتاب، ولا تخون ثقتهم واعتمادهم عليك، ولا تكسر قلوبهم. أن تكون إنسانا هي المعجزة الحقيقية. المرء يعرف في الأنام بفعله. وخصائل المرء الكريم كأصله. اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره. وتجنب الفحشاء لا تنطق بها، ما دمت في جد الكلام وهزله. وإذا الصديق أسى عليك بجهله، فاصفح لأجل الود ليس لأجله. كم عالم متفضل قد سبه من لا يساوي غرزة في نعله. البحر تعلو فوقه جيف الفلا، والدر مطمور بأسفل رمله. وعجب لعصفور يزاحم باشقا إلا لطيشته وخفة عقله. إياك تجني سكرا من حنظل، فالشيء يرجع بالمذاق لأصله. في الجو مكتوب على صحف الهوى، من يعمل المعروف يجزى بمثله.